بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللحاضرين وعموم المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في مسائل الجاهلية، المسألة السادسة بعد المئة: الإعراض عما جاء عن الله. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه من خصال الجاهلية: الإعراض عما جاء عن الله من الهدى ودين الحق، من العلم النافع والعمل الصالح اللذين بعث الله تعالى بهما رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيعرضون عنهما، لا يستمعون إليهما ولا يتفقهونهما ولا يعملون بهما ولا يهدون إليهما، فيعرضون عن العلم وعن العمل، وهذا أعظم الضلال. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا ضلال بين. وهكذا المسلم الذي يتهاون بالعلم الواجب الذي لا يسعه جهله، كالذي يعرض عن ضبط تلاوة الفاتحة وما تيسر من قصار السور، والذي يعرض عن صحة الوضوء ما يصح به الوضوء، ما يتعلم الوضوء أو ما يتعلم الاستنجاء والاستجمار، مثل هذا الذي تمر به المواسم الشرعية مثل رمضان ولا يتعلم الواجب عليه فيه، الحج ما يتعلم ما يجب عليه وما ينبغي تركه، إذا كان من أهل البيع والشراء يعرض عما أن أحكام البيع والشراء ما يتعلم، يخبط خبط عشواء، وهكذا يرضى عما معرفة ما يجب عليه نحو والديه نحو زوجه نحو جاره، كل هذا من الإعراض، وهذا تشبه بالكفرة. فالكفار معرضون، الجاهلية معرضون، قد يكون من المسلمين من يتشبه بهم، يتشبه بقوم فهو منهم، هذا خطأ. ولهذا الجاهل الذي يعرض عن الإسلام ما يعتري به يعتبر كافر قصدا، إنه ما رفع بالإسلام برأسه. الإعراض خطير جدا. نعم.